سلام خواتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نهار جديد ويوم جديد وفلوق جديد اختي. نتمنى من الله هذا الفلوق ان شاء الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم نبداو لا فيديو ديالنا كيف ما العاده بصلاتنا على نبينا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. الخوت الخواتات اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعل المربع الاحمر من الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال اختكم سعاد. فضلا وليس امرا احبابي، الاميمات الوليدات الخوت الخواتات كلكم راكم عزيز وغاليين. وتحياتي لخوتي المغاربه في المكتب وداخل المغرب والخارج المغرب ومن طنجة حتى للقويره وجميع الدول العربيه كامله، انحاء العالم كامله. تحياتي لكم. كيف ما شفتوا اليوم درت لكم واحد الفلوق في البحر. المهم هذا البحر في طرف الصخيرات يعني تيبان لور نهار جنب هورا طريقه هورا. ايوا هنا يا اختي تعجبنا هذا البحر، هذا زوين صراحه. واخا شو عمود الدراري يعني تبقي مرتاحه عليهم، ما تخافيش عليهم بحال البحور الاخرين. داكشي علاش نمشيو ليه. المهم هنايا مشيت مرات خويا وبنات خويا والخويا كاينين تما، وكما شفتوا فطرنا جو عائلي زوين. الله دات واحد النهار ما نقولش لكم عليه، واحد النهار دات غزال تبارك الله صلاه عندي. المهم نصبات هي طاجين بالخضره وانا درت طاجين بالبصله والزيتون، وتي دارت طاجين بالدجاج وبالخضرة والزيتون. المهم جاو واحد جوج طويجنات واعرين جاو ناضيين. ايوا المهم شحال ليها مول الدار، شحال لينا الفاخر، شحال لينا واحد في الصخر واحد شحال لينا في المجمر. حديت معايا انا المجمر. ايوا صافي صبنا الغديوة ديالنا. واختكم سعاد مشات تعوم، مشات دخلت بردت غديدي. والله الا بردت غديدي ديال في البحر هاد النهار هاد النهار ديال الحد بردت غديدي، ولكن تبارك الله الجو زوين تبارك الله صلاح نبي. كيف ما شفتو هنايا راه مرات خويا تصيب في الطاجين ديالهم. المهم هي صيبت الطاجين وانا صيبت الطاجين، هي صيبت واحد بالخضرة وانا صيبت واحد بالبصلة والزيتون والدجاج. كثرت فيه البصله بزاف وصافي، وحطينا الطواجن بجوج اللي عجبتو شي حاجه راه تياكل منا صافي. ايوا صافي دينا الفطور ديالنا، دينا فطرنا تما، دوزنا واحد النهار زوين. ايوا نتمنى من الله خواتاتي يعجبكم هذا الفيديو ولا الرضا ديالكم، وما تملوش من اختكم سعاد والبصيمه ديالكم. الله يكثر خيركم ويجعلها في الحسنات ديالكم ان شاء الله يا ربي حبيب. وانا خواتاتي نتمنى من الله الكومونتيرات الزوينه ديالكم والبصيمه ديالكم تزيد بيا القدام، والقناة بجهد الله وبجهدكم تزيد زعما تكبر وتكبر العائلة ديالي. أحلى عائلة. وهنا صراحة أنا ما درت صورت لكم بزاف حيت كيما تتعرفوا الحد راه كان تيكون عامر بزاف. هنا راه صورت لكم البنات أنا غير في الصباح حيت حنا مشينا فطرنا الصباح تما، داكشي علاش نمشيو بكري باش نشدو بلايص زوينة. وبالنسبة للعيش جيتو وصلتنا عشكو كيولي عامر الزحام. ايوا هنايا راه تنحرك في الطواجين اختي نشحر فيه. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى من الله نصورو نخرجكم معانا شي شويه والشي الاخر ان شاء الله. انا هدرت باش نسلم عليكم ونخليكم مع الموسيقى وكملوا الفيديو حتى الاخير وما تبخلوش على اختكم سعاد وتسمع لي تتجاهل اللي تتوحم. يا احلى عائله احلى خوت وخواتات. هنايا ركبيت فيه البصله. المهم قويت فيه البصله تبارك الله، درت خير الله ديال البصله باش ما درت فيه لا بطاطا لا والو كنا كتغير وصافي. ايوا صافي. المهم مع نهار اخر ان شاء الله مع فلوق جديد ومع حياه جديده اختي صحيحه جديده يا ربي الحبيب. المهم مره اخرى نصور لكم البحر. انا شديت لكم علاقه صافي، علاقه ديال الغدا وديال الطريق. ايوا كملوا الفيديو حتى الاخير. هنا هذا هو الطواجين اللي دارت مرات خويا في الخضار تيجي زوين، دارتو بالخضره وبالدجاج صراحه. والله تلاقينا غير صدفه تما ما كناش دايرين زعما مع بعضياتنا. وهذا هو الطواجين ديالي غير بالبصله والزيتون، ودرت عليها الربيع من الفوق. اللهم ادي منع محفظه من الزوال يا ربي، والصحه والسلامه ورزق وطول العمر يا ربي. وراحت البال اخوتي. المهم هادي هي البلايصه ديالنا، رحنا مفرشين دايرين الباراسول داكشي وحنفرشين تما
طويبلات اختي، وهذه هي الغديوه ديالنا. صراحه مرات خويا هزت لينا من البطاطا ديالو وحطت في الطاجين. المهم هنا جلست غير انا وبنات خويا صافي، ومول الدار جلست معاهم ليا، حيت حاطين طابله حدا طابله جوج طوابل مع بعضياتهم، واللي بغى ياكل من شي حاجه تياكل منا. وهنا غنخليكم مع الموسيقى، والسلام عليكم حتى لا فيديو جاي، وما تبخلوش عليا فيديو جديد ونهار جديد وصحيحه جديده وفلوق جديد. اختي الله يحفظكم ليا وتنموت عليكم، كمل الفيديو حتى الاخير. نخلي لكم مع المناظر وجناب الطريق والخضوريه اختي، اللي تيبغيو الخضوريه والطريق. يلا حبيباتي السلام عليكم. Oh, oh, oh.